كل التحايا لكم مشاهدينا في كل مكان، والتحايا لكل حاملي رسالة السعي والكسب الحلال صباحا، وكل المرتقين بقيم العمل والأمل في كل صباح جديد. ودائما تحايا لكل أصحاب المهن الذين يمتهنون هذه المهن صباحا على طول هذا الطريق. ونحن نأتي لصباح الشروق بنشاهد مجموعة منهم، فلهم التحايا جميعا. والتحايا من خلال هذه المساحة نقدمها دائما لأصحاب السعي الصباحي. أرزاق. عثمان صباح الخير عليك. صباح النور عليك. معك عثمان آدم البكر بابكر من أبناء إلى السنار مدينة السوق. سعدنا بك جدا. طيب بداية حدثنا شوية عن بدايتك، كانت كيف وتعلمت المهنة دي كيف؟ والله المهنة أنا تعلمتها من أخوي أكبر مني، وبداية كان بعد تخريجي من الجامعة 2017. بعد تخرجت من الجامعة اتعلمت، قعدت معاه في الدكان واتعلمت المهنة دي. ليه اخترت المجال النسائي؟ والله طبعا أنا قمت لقيت أهلي كلهم شغالين نسائي، ودي شغلهم يعني نسائي، ده شغالين شغل النسائي ده أصلا، عشان كده أنا لقيتهم شغالين فيه. تمام. شايفك أنا بتخيط، و هل في مواد مساعدة يعني في الخياطة غير الخيط؟ والله في حاجات، ما الخيط والاسم منه تاني، في إبر والمقص، حاجات المكنة يعني. هناك دائما يعني أوقات للشغل يعني ومواسم، الموسم بتاعكم بيبدأ 200 ولا الزحمة في الشغل بتكون 200؟ والله احنا طبعا شغل النسائي ده موسم الأعراس، موسم رمضان، ما في مناسبات والأعياد، عيد الضحية وعيد المولد، دي الأعياد اللي اسمه فيها بيكون فيها مواسم، فيها مناسبات، دائما بيكون فيها المواسم يعني. خلينا نجيب في الأعياد وفي المواسم وفي الحفلات، يعني شايف في قماش كده قدامي جميل، والقماش تقريبا يعني ده من الفساتين بتاعت المناسبات، يعني القماش كده حدثنا عنه شوية، مستورد ولا برضه اسمه شنو يعني؟ والله القماش ده اسمه سيتان برادو، ومن الأقمشة الجديدة يعني بتتمطى، ما زي الأقمشة الزمان، السيطان الزمان ده السيطان الجديد مستورد، بتاع فساتين مناسبات سهرة يعني بالليل، في لأنه فيها لمعة يعني، فيها لمعة بالجمعة في حتة البيجاي البرة دي، والبيجو طافية، البنات طبعا بيحبسوها لأنه لامعة بالليل مع الأنوار والاسم بتكون لامعة يعني. دي أقمشة مستوردة يعني، في السودان ما في زيها كده، ما كتير، كلها بيجيبوها من دبي والحاجات دي. طيب بتحد لو شايف في قماش تاني، القماش ده يعني برضه مستورد ولا محلي؟ والله القماش ده قماش مدارس، ده قماش عادي ما مستورد، قماش سوداني يعني، ده سكيرتيات بتاعت المدارس الحكومية والخاصة، قماش يعني سوداني ده. انتوا بتوفروا القماش للزبون ولا بتوصفوا لي جهة معينة يجيب منها القماش ولا كيف؟ والله ما الأقمشة الهاسي، الأقمشة كثيرة والأنواع كثيرة، احنا عندنا جزء من الأقمشة، لكن برضو عندنا يعني في السوق الشعبي عندنا محلات هناك بنوصف لهم، وساعات قشرة برضو عندهم أقمشة سمها برضو، لكن أكثر طبعا بنوصفهم السوق الشعبي هنا لأنه جنبنا، وناس السوق الشعبي ذاته بيتعاملوا معنا شديد يعني، الواحد بتديها الرقم بتدق عليها بتمشي هناك بتلقى قماشة الدائرة. وفي أقمشة كمان من هنا أصلا ناس الشعبي ما عندهم، لا بنقول لا إلا تمشي ساعات قشرة طوالي مباشر. عثمان نحن يعني كده اقتربنا من النهاية، وكلمة أخيرة. الله أشكر على قناة الشروق على مجيئهم في هذا المحل،
وتقديرهم لنا يعني ما قصروا، وإن شاء الله مزيد من التقدم والاستهام. شكرا لك انت، وشكرا للحوار الجميل ده.